مرة جديدة يثير مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الإماراتي بدر خلف ضجة واسعة بين المتابعين، وهذه المرة بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على تويتر صورة لطفلة صغيرة أخفى وجهها مشيرا إلى أنها ابنته، إذ علق بالقول: يا رب احفظ لي زوجتي وبناتي من كل شر. هذه الصورة أحدثت ضجة واسعة وجدل كبير بين المتابعين الذين تساءلوا عن حقيقة هذا الأمر، وإن كان بدر خلف متزوجاً بالفعل ولديه أولاد بسبب تصرفاته المثيرة للجدل التي يقوم بها عبر صفحاته الخاصة. وكان من التعليقات: أحد منجلط مثلي يا جماعة، ألف مبروك تتربى بعزك، بس أتمنى تستفيق من هذا الدور، ترى حرام بناتك بعد كم يوم يكبرون ويشوفون هذا حال أبوهم حتى وإن كان أنت غير بالواقع، بس هذا وقتنا، وقت المواقع، وهي اللي تحكم على البشر. منو خلف انت لو هي؟ بدت فهيد الطبة والميدان، بدت فهيد الطبة والميدان. هذا وكان أثار بدر خلف ضجة واسعة مؤخرا بعد نشره عبر صفحته الخاصة على الإنستغرام مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرقص احتفالا بالعيد. وكان لافتا ظهور بدر خلف في الفيديو مرتديا فستانا باللون الأحمر، أما الصدمة الكبرى فكانت بارتدائه حمالة صدر. وسخر الجمهور كالعادة من بدر خلف وملابسه وعلقوا بلن تصبح أنثى. وبالطبع كان التساؤل حول ما إذا كان بدر قد خضع لعملية تركيب صدر، إذ أنه كان سبق وأن أطل منذ أيام وهو يرتدي منشفة استحمام، ولفت النظر وقتها تضاريس المنطقة العليا من جسده والتي بتت منتفخة كأنما يملك صدر حقيقي. ومن ناحية أخرى، كان أثار بدر خلف ضجة واسعة مع بداية شهر رمضان الماضي بسبب تغيير صورته عبر صفحته الخاصة على تويتر معتمدا إطلالة بالحجاب. والأمر الذي استفز المتابعين أكثر كان نشر بدر خلف مقطع فيديو له ظهر فيه مرتديا فستانا باللون الأصفر وهو يرقص ويغني على أنشودة دينية لمناسبة الشهر الفضيل، وأرفق الفيديو بالقول: استغفروا واذكروا الله. يا رب العالمين الله الله على يذكر أن بدر سبق وأن شارك صورة عبر حسابه في تويتر أظهرته ببطن منتفخ وأرفقها بتعليق جاء فيه: دخلت الخامس اليوم، ما في مبروك؟ زين الدلع يا زين الكياء، وايش شنو هذا؟ شنو هالهمال؟ بنت انتي؟